ايه ده يا عيسى؟ انت ازاي تدخل اوضتي من غير ما تخبط عليا؟ انت اللي ازاي ده يا فندم؟ ايه السفاله والانحلال اللي انت بتعمليه ده؟ هي بقت كده؟ احنا وصلنا للمستوى ده من امتى وازاي؟ هو انت ليه مقفور كده؟ انت شايفني قدامك طالع عريانه يعني؟ اتجننتي؟ ده اوسخ من العريانه. كل ده علشان كنت مخنوقه وقلت اروق عن نفسي شويه. انا مش فاهم البرود اللي انت فيه ده. انت مش شايفه ان في مشكله؟ انت يا اختي، انت يا اختي عيسى المعداوي. هو ده اللي فارق معاك؟ شكلك ومظهرك الاجتماعي وسط الناس مش فارق معاك خالص اللي انا بعمله؟ على فكره يا عيسى، محدش اصلا يعرف ان انا اختك، ولو حد سالك انكر يا سيدي. الو، هاي شيما، ازيك؟ انت فين؟ في البيت. ليه شيما؟ انا حالتي النفسيه مش كويسه، محتاجه اشوفك، ينفع اجي لك وهتسيبني وتمشي برضه لو بنتك كلمتك؟ شيما ارجوكي، لو ينفع تيجي ونقعد نتكلم مع بعض، بلاش نضايق بعض باي مواضيع مقرفه، ممكن؟ اوكي يا عيسى، حاضر. اوكي، مستنيكي. باي. باي. ايه القرف اللي انا بعمله ده؟ الحاله بتتاخر قوي، بس ان شاء الله هنعمل اللي علينا باذن الله. يا ساتر يا رب، ربنا يستر. انت ما تعرفش يا دكتور، عشان قعدها هنا اتحركت لخلق الله. السكر والضغط ووظائف الكلى نتائجهم وحشه جدا. انا مش عارف هي عايشه ازاي لحد دلوقتي. طب اعملوا لها اي حاجه يا دكتور، واي طلبات انتوا عايزينها انا تحت امركم، اللي انتوا تؤمروا بيه، بس هي تقوم بالسلام. بص، ما اقدرش اوعدك بحاجه دلوقتي، اهم حاجه دلوقتي نحافظ على الحاله كده وانها ما تسوقش اكتر من كده. بس هتسوق اكتر من كده؟ هتعمل في ربنا كبير ان شاء الله.